السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي مع بعض يا جماعة في المحاضرة الثالثة، وهي بعنوان نماذج النقل. نماذج النقل هي عبارة عن أحد الأساليب التي تستخدم لتحديد الكميات المثلى الواجب نقلها من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، بهدف إما تخفيض تكاليف النقل أو تخفيض زمن النقل، أو يكون بهدف تاني هو تعظيم صافي الربح عن طريق الفرق ما بين سعر البيع وتكلفة التصنيع. عندي عدة طرق لحل مشاكل النقل، منها طريقة الركن الشمالي الغربي، طريقة أقل تكلفة، طريقة فوجل، طريقة روسل. هنا في المحاضرة بتاعتنا دي هنتعرض لطريقتين منهم، هي طريقة الركن الشمالي الغربي هو North West Corner Method، والطريقة التانية هي طريقة أقل تكلفة هي Least Cost Method. هنبتدي نعرض مع بعض تمرين ونشوف هنحله ازاي. أول حاجة بيقول لي يوجد 3 مصانع هم A1 A2 A3، وعندي 4 مخازن هم B1 B2 B3 B4. طاقة المصانع مديهالي 100 و200 و300 على الترتيب، بينما الطاقة الاستيعابية للمخازن هي 80 و170 و190 و160 على الترتيب، ومديني تكلفة النقل للوحدة من كل مصنع إلى كل مخزن زي ما هو موجود في الجدول اللي قصاد حضراتكم. طالب مني إن أنا أوجد تكلفة النقل باستخدام طريقة طبعا الركن الشمالي الغربي وطريقة أقل تكلفة اللي احنا قلنا نشتغل بيهم في المحاضرة بتاعتنا. طب أنا عشان أحل طريقة الركن الشمالي الغربي، طبعا أنا طالب من حضراتكم بس الأول إن يكون قصاد حضرتك ورقة بيضة تحاول ترسم فيها الجدول ده، ويكون الجدول فاضي من غير أي أرقام، تمشي معايا خطوة خطوة عشان تعرف الأرقام دي تم وضعها ازاي بالظبط. طبعا أول حاجة الأرقام اللي هي في المربعات الصغيرة هي تكاليف النقل من كل مصنع إلى كل مخزن، ودي اللي هو مديهالي في التمرين السابق عرضه في السلايد اللي فات. طب بعد كده هنا طريقة الركن الشمالي الغربي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد إن أنا البداية بتاعتي بتبقى من عند الخلية اللي أنا هسميها A1 B1 اللي هي أول خلية في الشمال الغربي، أول خلية في الشمال الغربي اللي هي فوق خالص شمال غرب اللي هي كاتبا عليها البداية اهي. هقف عند الخلية دي، طبعا التمانين دي لسه ما كتبتهاش، هقف عند الخلية دي أو المربع ده وأشوف كده الطلب عندي كام. هلاقي الطلب عندي 80 والعرض 100. دايما القاعدة اللي بتحكمني إن أنا بملأ الخلية بالرقم الأقل، يبقى أنا هنا واقف تاني عند الخلية A1 B1 اللي هي أول خلية أو أول مربع في الشمال الغربي فوق خالص على الشمال، تمام شمال غرب. فهقف عند المربع ده هشوف كده بالطول هلاقي 80 المجموع 80، بالعرض المجموع 100. أحط رقم الأقل 80 ولا 100 هو الأقل؟ طبعا تمام 80 هو الرقم الأقل، يبقى هملى الخلية الأولى ب 80 زي ما حضراتكم شايفين. وبالتالي ما تنساش تخصم ال 80 اللي أنت كتبتها من الطول والعرض، يعني إيه؟ من الطلب والعرض. يعني هخصم 80 من ال 80 فيتبقى تحت خالص 0، وهخصم ال 80 من ال 100 يتبقى من ال 100 دي 20. طب بعد كده هعمل إيه؟ طبعا في العمود اللي هو اللي اسمه B1 ده أنا كتبت 80 خلاص، هل ينفع إن أنا أحط أي أرقام تحت ال 80؟ طبعا لا، عشان الإجمالي بتاعي تحت 80، فبالتالي أنا حطيت شرط عند A2 وعند A3. طب أنا خلاص قفلت العمود B1، غصب عني هتجه إلى الخلية اللي اسمها A1B2. A1B2 طب A1B2 لسه هي فاضية، لسه ما كتبتش فيها حاجة. أبص بالطول هلاقي المجموع بتاع الطلب 170. طب في العرض تمام مش 100، خلاص احنا ال 100 دي خصمنا منها ال 80 الاولانيين، تبقى منها 20. ممكن حضرتك وانت بتحل تعمل بقلم رصاص تشطب على ال 100 دي وتكتب ان متبقي هنا كام؟ 20. هي ال 20 دي طبعا هقارن ما بين ال 20 دي وال 170، احط الرقم الاقل، قلنا القاعده الاساسيه بتاعتي ان انا بملى الجدول بالرقم الاقل، يبقى احط 20. طب حطيت 20 خلاص، يبقى الصف الاولاني
يعني مش ممكن ان انا هملاه باي ارقام تانية، فحطيت شرط في بقية الصف الاولاني اللي هو A1. طب انا بعد ما وصلت عند ال20 دي اللي انا مليتها من شوية، هبتدي اتجه لاسفل عند الخلية A2B2. طب عند A2B2 هلاقي الطلب بتاعي هيبقى 150، وهتلاقي العرض 200. طب هملى بالرقم الاقل اللي هيبقى هحطه 150، واخصم ال 150 من الطرفين، فطبعا عند الطلب هيبقى 0 وعند العرض هيتوقع 50. هتجي بعد كده للخلية A2B3. طب عند A2B3 هبص عند العمود هيبقى 190 والصف هيبقى 50، هملى بالرقم الأقل اللي هو 50. آخر حاجة هنزل تحت عند A3B3، فهنلاقي متبقي من العمود 140، وفي الصف هنلاقي فيه 300، أحط الرقم الأقل اللي هو 140. آخر خلية خالص اللي هي A3B4، ودي آخر خلية عندنا. لو بصيت على العمود بتاعها هيبقى الإجمالي 160 عند الطلب، وهتلاقي متبقي من العرض برضو 160، وده اللي بيأكد إن حلنا صح، لازم آخر خلية هيتساوى فيها الرقمين هنا 160 وهنا 160، هنحط ال 160 طبعا، وبالتالي لو خصمتهم من الطلب والعرض فهنلاقي إن جميع أرقام الطلب هتبقى 0 وجميع أرقام العرض هتبقى 0. كده إحنا وصلنا لطريقة إزاي أملأ جدول بطريقة الركن الشمالي الغربي. طب هحسب تكلفة النقل إزاي؟ هحسب تكلفة النقل إن أنا بجيب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة، يعني عند المربعات اللي أنا حطيت فيها أرقام هضرب كل رقم كتبته كل مربع في تكلفة الوحدة اللي هي موجودة في المربعات الصغيرة. يعني أول حاجة خالص في الخلية A1B1 هيبقى 80 في 7، بعديها A1B2 20 في 3، بعديها A2B2 اللي هو 150 في 6، بعديها A2B3 اللي هي 50 في 11، بعديها A3B3 اللي هي 140 في 7، آخر خلية A3B4 اللي هي 160 في 6. هنجمع كل الأرقام دي هيديني تكلفة النقل الإجمالية 4010. عاوز برضو أحل بطريقة أقل تكلفة، حضرتك برضو حاول ترسم الجدول في ورقة بيضة خليها فاضية، تحاول تملى معايا رقم رقم. أول حاجة طبعا هنا مش هنلجأ إلى مكان محدد نبتدي منه، يعني فوق خالص أو تحت خالص، لا أنا هبتدي بحسب الخلية صاحبة أقل تكلفة. فهك لو بصيت على المربعات الصغيرة اللي عندك كلها اللي هي بتبقى معطاة في الأول، هتلاقي أقل رقم هو عند الخلية A1B4 اللي هي 2، ده أقل خلية اللي هي تكلفة اللي هي 2 A1B4. طب لو بصيت على الخلية دي اللي هي A1B4، العمود بتاعها مجموعة 160، الصف بتاعها مجموعة 100، طب يبقى هملاها رقم أقل، مليتها بال 100. طب جميل، في الحالة دي يبقى الصف الأول ما أقدرش أحط فيه أي أرقام، وبالتالي حطيت له شرط. طيب الخلية اللي بعديها فين الخلية اللي هي تكلفتها بعد الاتنين؟ في تلاتة، ولكن التلاتة دي مقفولة خلاص، انا يعني قفلت التلاتة. طب ايه اللي لسه مفتوح او الخلية المفتوحة وتكون تكلفتها يعني اقل تكلفة؟ طبعا لقينا الخلية اللي هي A3B2 وتكلفتها 4. طب دي هبص على الصف الاقي 300، العمود 170، طب هختار 300 ولا 170؟ تمام، هختار الرقم الأقل اللي هو 170 واخصمه من الطرفين. بعد كده نكمل بنفس هذا الأسلوب بقية الجدول، فهنلاقي إن احنا هندور على الخلية اللي هي A2B1 اللي هي تكلفتها 5، A3B4 وتكلفتها 6 ونملاها بالـ60 المتبقيين، بعدها هنلاقي الخلية A3B3 وتكلفتها 7 ونملاها ب70 وحدة، وآخر خلية هتبقى A2B4
بي 3 وتكلفتها 11 ونملاها بال 120. بنفس الطريقة السابقة هنحسب تكلفة النقل اللي هو 100 في 7 زائد 80 في 5 زائد 120 في 11 زائد 170 في 4 زائد 70 في 7 زائد 60 في 6، هيبقى الإجمالي بتاعنا 3450. أتمنى أن يكون الدرس سهل، ومع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.